السلام عليكم خاوتنا، حبيت نوريكم حاجه. وشنو هذه الحاجه؟ مونتاج ماشي مونتاج، على كل حال هو بلون. شوف كيفاش داير هذا 80، هذا الناس اللي تصيد في الحجره. هذا ميكروشيش، علاه ميكروشيش؟ شوف كيفاه يخدم، شوف انا كيفاه خادمو. هذا بلون يجي فيه تيو على كل حال، ما عندناش هنا في الجزائر هذا المونتاج. عارف تاعي زيد له هذا البلون. هذا البلون كيفاش يخدم؟ تا كي ترمي واش يصرع؟ البلون يطيح حق هذا التيو، معمر بالنفس الداخل، يجي دور يجينا هكا، يجي لاصق في البلون. تا كي ترمي واش يصرع؟ الماء يطلع هذا، يطلع هذا البلون. الو كيفاش يصرع؟ البلون يبقى واقف والتيو هذا يطلعوا الماء. تسمى من المستحيلات باش تكروشي البلون تاعك دائما يبقى واقف، غير تجبد يجي للسماء، يطلع للسماء مام كي يطيح فوق الحجره، يبقى واقف فوق الحجره. للاسف ما عندناش انا في الجزائر، والله ما عندنا، شريته انا من تونس. شوف واش داير، باش الناس اللي حابه تخدم كيفو، ولا ماشي حاجه كبيره، ولا تيو ولا سق فيه بلون. هذا التيو هو اللي طلع يوقف البلون، كي ترمي يوقف. ما تخافش كاع، ما تكروشيش، راني صيد في الحجره، رمي في وسط الحجره كاع، ما تخافش. وشنو ما تسحبش، غير ترمي خليه كيما راه. والطعمه سيدي لها كاش عقاشه، كاش بيرلا كيما انا ندايرها هكا، ندايرها عقاشه باش هما يطبحش فيها الكره. ان شاء الله الناس اللي تخدم البلون يسيو يخدمونا هذا البلون. روعة والله، غير روعة والله، ما تكروشي كاع. شوف واش فيه باش تركب المونتاج تاعك. هاك باش هذا كطرة، مام لي زامبورتاتور تاعنا، إلا لقيتو جيبوه والله غير مليح. شفتو الناس اللي تصيد في الحجرة كاع ما تغبلوش بيه، الحبة تجيبها بإذن الله.